مساء الخير. نفتتح بتكون كابيتال بنوال مع النشيد الوطني اللبناني عسفر. جميعا بالبترون عاصمة الميلاد للسنة الثالثة على التوالي. خص بالترحيب سعادة النائب ابن البترون المهندس جبران باسيل، سعادة النائب فريد بستاني ممثلا بالسيد غسان بجاني، رئيس اتحاد بلديات البترون ورئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرث، كاهن رعية مرصفين البترون بير بيير صعب بير فرانسوا حرف، كاهن رعية مرجا وورجيوس أبونا جان كحالي، قائم مقام البترون روجيه طوبيا، كل الأجهزة الأمنية وسائل الأعلام الحاضرين معنا، وكل ممثلي الجمعيات النوادي والمخاتير والأهل والأصدقاء، وطبعا كل محبي هالمدينة الغالية على قلوبنا كلنا ويلي إجوا خصيصا اليوم تيشهدوا على أعلان البترون عاصمة الميلاد بترون كابيتال دو نوال للسنة الثالثة على التوالي. ولافتتاح معرض البترون الميلادي اللي بينطلق اليوم وبيستمر لغاية 7 كانون الثاني. فبعد النجاح الضخم والاستثنائي اللي حققناه على مدار سنتين عم تثبت البترون انها بتستحق عن جدارة تكون عاصمة الميلاد. ورغم كل شيء عم بصير رح تضل البترون مصدر للفرح والأمان. رغم كل العتمة اللي حوالينا رح تبقى شوارع البترون مشعشعة ومضواية، وأجراس كنايسنا رح تضل عم بتدق وتعلن مجيء المخلص. الظروف صعبة أكيد، كانت ورح تضل صعبة، ولا مرة في شيء هالقد ضخم وناجح بيتحقق على الهيئة، بس ممنوع نيأس أو نستسلم إن كان كأفراد أو كمدينة أو كوطن. ولأنه منحلم إنه كل لبنان يكون مثل البترون، ولأن أبناء الرجاء والحب والإيمان كل سنة ورغم كل شيء منضوي الشجرة، منسجد قدام المغارة، منتخطى كل الأحزان ومننتظر بفرح هالطفل الصغير يلي بيولد كل سنة، ومنرحم العتمة ببشر بفرح عظيم. هيدا جو بترون كابيتال دو نوال وجوهرة الأساسي، مشان هيك قدرت تستمر للسنة الثالثة على التوالي بنجاح أكبر وأكبر، وتكون مقصد للبنانيين والعرب والأجانب، لكل حدا عايش بلبنان أو بيوصل على مطار بيروت، لأنه أول وجهة بيقصدها هي البترون. والأهم عرفت كيف تعطي بمجانية ومن دون مقابل، لأنه ما بيكمل عيد الميلاد إلا بالعطاء يلي بيرسم ضحكة على الوجوه وفرحة بالقلوب، قلوب الكبار وقلوب الصغار. وحتى تعرفوا أكثر عن كل تحضيرات هالسنة والتحديات اللي واجهناها بسبب هالظروف، بترك الكلمة الأولى للجنة اللي حضرت مشروع كابيتال دو نوال بكل تفاصيله، ووصلت الليل بالنهار تتشوفوا كل هالجمال اللي عم بتشوفوه بساحاتها وشوارعها. هاللجنة المؤلفة من بلدية البترون، لجنة مهرجانات البترون الدولية، وجمعية تجار البترون وقضاء. بينقل الكلمة رئيس اللجنة روك عطية، تفضل. مساء الخير. البترون تجمعنا الليلة فنحتفل سوا بإطلاق احتفاليات عيد الميلاد.
بيستمروا 37 نهار من اليوم لغاية 7 كانون 2024. نشاطاتنا عديدة، في عنا أكثر من 3 مسرحيات للأطفال، نشاطات عديدة ثقافية وفنية، ومنشدد إنه كل نشاطاتنا مجانية من دون أي مقابل. عنا 2 ريسيتال رح يصيروا هون مرتين، وما ننسى إنه في براد رح ترافقنا طوال شهر العيد، نتجول بشوارع الباترون القديمة، وبآخر كل براد بير نويل رح يوزع هدايا كمان مجانية على الأطفال. بالنسبة للكريسماس ماركت هالسنة وسعنا ساحة، كبرنا ساحة، بالإضافة للساحة الموجودين فيها ساحة مارس فين، في عنا ساحة مارجريس اللي فيها شجرتنا الحلوة هالسنة وفي استنداف تحتها، بنكفي لقدام في ساحة السيدة، ساحة السيدة فيها بيت سانتا، وحطوا في منطقة مخصصة للأطفال، وقدام بيت سانتا في صندوق بريد. ندعي كل الأولاد هالسنة يكتبوا رسائل لبير نويل ويحطوها بصندوق البريد. ونحن بطريقه عشوائيه رح نسحب كل فتره ما بتعرفوا مين بنزور ولاد تبعيد. بنكفي صوب السوق، في عنا الساحه الرابعه، ساحه حد السرايا، كمان في ستاندات وعارضين، وبقلبها في لعبه مهضومه للاولاد. نحن بنشكر كل اللي ساعدونا انجزنا هذا العمل الكبير. اكيد شكر لمعالي الوزير جبران بيسير، شكر لبليز البدرون رئيس مارسيلينا، بنشكر كيماويات لبنان استاذ انطوان دومن، شكر لشركة بيو ام سي تويوتا ساعدتنا فريق دستاني، شكر لأستاذ مارون شميس مرشاء جروب سان ستيفانو، نشكر رعية مارسلين الأباء الأجلاء ورعية مارجريس، شكر أكيد للجنة الكبيرة اللي بتشرفكم فيها رفقاتنا اللي حضروا هيدا الإيفنت، شكر لأولاد الحي اللي متحملين وقاعدين بقلب الحركة كل هيدا الشهر، والشكر الأخير لإلكم شرفتونا الليلة، وأكيد بنتمنى إنه الباترون ترجع تجمعنا سوا طوال شهر العيد. أهلا وسهلا من عدى عليكم. وهلا قبل ما نكفي كلماتنا رح نحضر سوا نحن وياكم هالموفي المميز اللي حضرناه السنة وسبق وشفتوه على السوشيال ميديا، واللي تصور بطريقة رائعة وبسحر عيد الميلاد مثل ما عودنا دايما صاحب العدسة الاستثنائية ستفان الجمال واستوديو جمال، وكتب كلماته ابن الباترون اللي بيوضع دايما لمساته وكلامه العميق على اي مشروع بنعمله. The one and only جورج خباز، نحضر الفيديو سوا. هيدي الزينة تنطر من سنة لسنة لتطلع من عتمتها وتدور على الناس. معقول هالمرة تنطر سنتين؟ لا، رغم كل شي البترون رح بتضلنا مصدر للفرح. قبل النور في عتم، قبل ما يولد يسوع ماتوا أطفال بيت لحم، ومع هيدا كله ولد المسيح، ولد معه الأمل. لقونا بالبترون كابيتال دو نويل كل يوم من 1 كانون الأول ل7 كانون الثاني. والكلمة هلأ لصاحب قلب محب وعقل مخطط، بيعطي ما بيسأل، وبكون دايماً المشجع الأكبر لإلنا بأي فكرة بتخطر على بالنا، وبضل وراها وورانا تتنفذ وتتحقق. رئيس اتحاد بلديات البترون ورئيس بلدية البترون مارسيلينا الحارق، تفضل. مساء الخير سعادة النائب، نائبنا أستاذ جبران بيسير، سعادة قائم مقام البترون، الآباء الأجلاء، الأجهزة الأمنية، نعم نشكركم على حضوركم دائما معنا والمتابعة. مخاطير وأيها الحفل الكريم،
اجتمعنا اليوم مثل ما وعدناكم كل سنة لحتى نفتتح القرية الميلادية يلي قامت فيها لجنة زينة عيد الميلاد بالتعاون مع بلدية البترون ولجنة التجار ولجنة مهرجانات البترون الدولية وأبناء هالمدينة يلي عودوكم كل سنة يرسموا ضحكة على وجوه الناس بزمن الولادة والتجدد بهالأوضاع الصعبة يلي عم بتمر فيها المنطقة. البترون بعد عم بتكون فسحة أمل ومثال للتعايش وللصمود بهالوطن يلي كلنا منحبه ورح نضل نحبه. البترون هالمدينة يلي مدوية من ألوف السنين زاد التوهج ولمعان بوجودكم ووجود كل مواطن وسائح بزوره. هالعيد هو عيد الفرح والعطاء والمحبة وإن شاء الله بيكون ولادة جديدة لهالبلد الصغير بمساحته بس كبير بقيمته ومحبته بقلوبكم. ينعاد عليكم جميعا وعقبال كل سنة. أما الختام فمع كلمة شخص حب مدينته وعشقها من هو وصغير وهندس مش بس بيوتها وحجارها إنما هندس لها رؤية وخطط ومشاريع وأحلام خلتها تصير عاصمة السياحة الأولى وعاصمة الميلاد. وسنة بعد سنة عم بخطط معنا حتى يخلي كل شارع من شوارعها يخبر قصة بكتاب عاصمة الميلاد. سعادة النائب المهندس جبران ميشيل ابن البترون تفضل. مساء الخير جميعا. للمرة الثالثة عم نلتقى قدام مرقصفين لنطلق البترون عاصمة الميلاد. البترون يلي بدنا اياها كلها سوا نحن البترونيين وصلناها لتكون عاصمة السياحة بلبنان بفضل شغل ومحبة كل أهلها. واليوم عم نلتقى بفضل شغل اللجنة يلي حضرت وبتحضر كل سنة هالاحتفال هيدا. بدنا نشكر كل يلي ساهموا أكيد بس أنا بدكم تسمحوا لي السنة بس خص بالشكر للنايب فريد بستاني يلي اهتم لنا السنة بالبترون مثل ما اهتم ببلدته دار القمر وبنوعده إنه نحن رح نهتم له ببلدته كمان بنفس الطريقة وبنفس المحبة. السنة كنا قدام تحدي كبير لما إجوا الشباب سألوني في حرب شو بنعمل؟ نعمل الكابيتال بموال أو لا؟ وأكيد الواحد بحس بالمسؤولية لأنه الحرب منا على البوين الحرب منا على الحدود. اليوم في جزء من لبنان عم ينقصف وعم ينقتل فيه لبنانيين وفي أطفال بغزة وبلبنان عم بيستشهدوا ويموتوا. وإذا ما منفكر بالميلاد أول شيء منفكر بالأطفال وبفرحة الأولاد ولأننا منحب الحياة منحب الأولاد ولأننا منعيش الميلاد بفرح ما فينا نقبل أن نلاقيه بحزن لأنه هو بيرمز للفرح. فقررنا أن نتحدى الظلم نتحدى الحزن نتحدى المآسي ونقول لا البترون بدها تضل عاصمة للفرح بدها تتحدى كل المظالم يلي عم بتشوفها بدها تكون البترون بقضويتها تعطي الأمل بشوارعها الأطفال يجوا يفرحوا ويعيشوا العيد. هيدا العيد ما بيعني إذا عيدناه إنه نحن مقطوعين أو منفصلين عن شو بيصير. بالعكس هيدا مساندة منا لنقول إنه لبنان والبترون هن أقوى وهن بدهم يفرضوا حب الحياة بدهم يعيشوا فرح الميلاد. هيدا الميلاد يلي إجا فيه في المخلص وكلنا ناطرين مخلص. إجا المخلص ليقلنا نحن مش شعب الله المختار نحن أخوة بالبشر نحن البشر كلنا أخوة وملكوت الله هو إلنا كلنا سوا. وهذا هو معنى الميلاد يلي بنعيشه. إن شاء الله البترون السنة تكون كمان
دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين، لكل الناس من برا، ليجوا يلاقوا انه هون نحن بنحتفل سوا، وهون نحن بنعيش التسامح والانفتاح مش الانغلاق والتعصب. هيدي المدينة هي مدينة مفتوحة لكل اللبنانيين من كل الافكار، من كل المناطق، من كل الاديان. هيدي مدينة نجحت لانه اهلها منفتحين ومحبين. هيك بنعيش الميلاد وهيك بنعيش فرحة الميلاد. مش هيرودوس يلي قتل الاطفال لما عرف انه المخلص اجا، لا، البترون بيعيشوا فيها الاطفال، بيعيشوا الفرح والامل، وان شاء الله عطفون بتكون المثل للبنان الحلو واللبنان القوي اللي منريده. وشكرا والى اللقاء مره ثانيه ببترون كابيتال دو نويل، اكبر واكبر واحلى واحلى. بالنهاية بدي ادعيكم لا تتشولوا اكيد بكل ساحاتنا، من ساحة مالوستفان لساحة مار جورجس، يا ساحة السيدة لساحة السرايا. ما بتعرفوا وين بكون سانتا كلوز عم بيوزع هدايا مجانية لإلكم بحيالا نهار خلال هالشهر. بدي اتمنى لكم شهر اعياد مبارك ومجيد، كله فرح ايمان وحب.